سيارتك يعني تجين الأخشاب ما شاء الله متوفر الأخشاب عندهم بشكل غريب شو عدد الأخشاب كلها بس هذا محل بيع الأخشاب والحطب يعني ما يحتاج عندك مشكلة مع الحطب هنا توفر بكثرة سعر البنزين هناك البنزين 1.3 هذا الغاز 6.6 هذا 1.3 يعني 1 يورو تقريبا 0.4 لتر الواحد الديزل طبعا يوصل للنص ارخص الديزل اللي بيسال ياخذ سياره ديزل لانها ارخص وطبعا تطول يعني فتره اكثر حتى خوينا هذا مرسيدس لكن البحر على يساره لكن مو واضح الحين الحي قفاذة ومن الحيار باقي في العاصمة وقريبة من البحر وقريبة من الموانئ من الميناء اللي تطلق من الرحلات السياحية الجزر ويعني منطقة وفي بعض المحلات التجارية مطاعم مرتبة منطقة يعني مرتبة شوي على قولتهم Δεν είναι τόσος κόσμος εκεί να πάει στο παιδί, να το πάει κάπου. Εκεί απάντησε ο πάρτι. Να έχει κάποιος, να έχει αυτοκίνητο κάποιος.
اشوف شرطة متوفرة على الشوارع. شو سيارتين الان. الاسبوع الماضي كان في تشريع جديد من البرلمان اليوناني، سن قوانين جديدة للحد من تقشف، يعني اجراءات تقشف وتقليل بعض الامور اللي كانت توصل للمواطنين. فالمعارضة اليونانية استغلت الوضع ونظم مظاهرات في مناطق معينة في أثينا الأسبوع الماضي. هم ما تكون توفر البوليس والشرطة اللي احنا شفناه علشان كذا، عشان هالسبب فيول 1.45 أغلى من اللي قبله. هذا ايجن ظاهر نفس خطوط الطيران. تريح النظارة. جاش. هذا الشيء اللي احنا نأمل تكون زينة. شوفون. شكله شغلة. برازيلي كوردين. اللي بيشوفها بحط لها رابط الفندق يقدر يطلع عليها. تحياتي.